يا عباد الله، إن الذي أنزل الداء بقدرته وأذن بالعدوى أن تنتقل بمشيئته هو الذي يرفع البلاء ويكشف الضر برحمته. فافزعوا إلى الحصن الحصين والدرع الواقي، ذكر الله ودعائه واستغفاره والثقة به وحده والاعتماد عليه والتضرع إليه والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف. وأحسنوا الظن بربكم، وعلقوا به قلوبكم وأمنياتكم وآمالكم، وفوضوا إليه أمركم، وارضوا بما قسمه لكم، والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه، وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة. فليس أنفع للوباء من الاستغفار والدعاء والصبر وصدق الالتجاء لفاطر الأرض والسماء.